وتكلمنا على الشامبيونز ليج. الشامبيونز ليج هي أهم بطولة كروية بيشارك فيها الأندية وأكتر بطولة بنستمتع بيها كلنا بعد انتهاء الفيفا ديتس وانتهاء المنتخبات من المباريات الودية. كل الأندية بتجهز نفسها أو الأندية اللي مشاركة في الشامبيونز ليج وفي أوروبا ليج بيبدأوا يستعدوا من جديد لأسبوع مهم جدا في مواجهات حسمة. خلاص دخلنا في مرحلة الجد، مرحلة دور الثمانية، ثمان فرق كبار بيشاركوا في دور ربع النهائي. محمد صلاح هيبقى موجود مع ليفربول في مواجهة نارية مع مانشستر سيتي، الاثنين تفوقوا على بعض في بطولة الدوري، ليفربول فاز مانشستر سيتي فاز، وبالتالي هنلاقي مواجهة قوية جدا ما بين الفريقين. أيضا ريال مدريد وبطولته المفضلة اللي بيقدر يفوز بيها من وجهة نظري بكل سهولة بعد ما بيتعثر بيقدر يقوم سواء في بطولة الدوري أو في بطولة الكاس. أما برشلونة القرعة بتخدمه بعض الشيء بمباراته أمام روما، لكن ما ننساش أن فريق روما فريق قوي جدا وفريق مكافح، وصل لدور الثمانية بأقل الإمكانيات مع مدربه المخضرم والمتألق دي فرانشيسكو. أما إشبيلية بايرن ميونخ هي مباراة على الورق سهلة لفريق بايرن ميونخ، لكن ما ننساش أن فريق إشبيلية قدر أن هو يطلع فريق كبير زي فريق مانشستر يونايتد، أكيد هنتكلم عليهم بالتفصيل وهنتكلم وهنشوف أبرز اللعيبة اللي احنا ممكن تكون كلمة السر أو ممكن يكون ليهم مفتاح فوز كبير جدا في المباريات الثمانية أو المباريات الأربعة، ثمان فرق مشاركين. أيضا اليوروبا ليج فيها هنلاقي إن ممكن أندية يكون تاريخها صغير لكن إمكانياتها كبيرة جدا وقدرت إن هي تطلع فرق قوية جدا. أيضا مباراة زي مباراة أرسنال وسيسكا موسكو هنلاقي إن أرسنال عنده عقدة في روسيا ما قدرش يفوز في روسيا ولا مرة في تاريخه. أيضا فريق زي طبعا ريد بول سالزبورغ فريق قوي جدا بيلعب لاتسيو، لعبوا قبل كده مرتين قدر إن هو يتفوق في المرتين، فلاتسيو عنده مباراة ثأرية كبيرة جدا على سالزبورغ. لكن لما هنتكلم على الشامبيونز ليج كونه البطولة الأكبر والفرق الأقوى هنستعرض مع حضراتكم أو هنقول معاكم إحصائيات مباراة مباراة. طبعا هنبدأ بمباراة ريال مدريد ويوفنتوس ومباراة قوية جدا، عارفين إن آخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت نهائي الشامبيونز ليج وقدر ريال مدريد إن هو يتفوق في النتيجة ويحقق اللقب. فهنلاقي طبعا إن في الإحصائية التقى ريال مدريد ويوفنتوس في 20 مباراة، طبعا فاز ريال مدريد في 9 ويوفنتوس في 9 وتعادلوا مرتين. طبعا أمام حضراتكم الإحصائيات فيها كل الأرقام، تاريخ المواجهات وعدد الفوز لريال مدريد وعدد الفوز ليوفنتوس والتعادل. طبعا يعني الريال لم يتمكن من تحقيق أي فوز على ملعب يوفنتوس من عام 62 لما فاز بهدف دون رد. طبعا آخر فوز ليوفنتوس على ملعب سانتياغو برنابيو كان في دور المجموعات موسم 2008-2009 لما فاز يوفنتوس على ريال مدريد 2-0. أكيد طبعا يعني لو هنتكلم على الفريق الأكثر ما فازش على ملعب الخصم هو فريق ريال مدريد اللي ما قدرش يفوز في إيطاليا من عام 62، أما يوفنتوس فاز من وقت قريب من موسم 2008-2009 على ريال مدريد 2-0. نروح للمباراة الثانية ومباراة مهمة أيضا، مباراة برشلونة وروما. طبعا هيبقى في إحصائية أمام حضراتكم دلوقتي وهنعرف منها عدد المواجهات وعدد فوز كل فريق. يعني طبعا برشلونة وروما تواجهوا 4 مرات، يعني عدد الأهداف زي ما حضراتكم شايفين 3 أهداف وهداف الفريق هو ميسي، يعني هدف الفريقين أكيد ميسي متفوق في عدد أهدافه. وكمان روما وبرشلونة لم يتمكن من تحقيق أي فوز خارج ملعبهما في تاريخ المواجهات بينهم وبين بعض، وميسي هو هداف لقاءات الفريق برصيد 3 أهداف. مباراة تبقى أكيد قوية. نروح بقى على المباراة الثالثة اللي هتبقى موجودة في دوري الأبطال، مباراة إشبيلية وبايرن ميونخ. زي ما احنا قلنا إن إشبيلية على ملعبه صعب جدا إن أنت تفوز عليه، لكن هل يستطيع هانكس ورفاقه نجوم بايرن ميونخ من إحراز الفوز في ملعب إشبيلية؟ طبعا إشبيلية يعني عدد الأهداف اللي دخلت في مرمى هي 13 هدف، أما بايرن ميونخ هو 7 أهداف، فبالتالي يعتبر نص الأهداف اللي استقبلها فريق إشبيلية هي اللي دخلت مرمى فريق بايرن ميونخ. وللمرة الأولى في تاريخ دوري الأبطال أوروبا يلتقي الفريقين، دايما زي ما احنا عارفين إن آخر 3 نسخ من اليوروبا ليج كان إشبيلية هو الحاصل عليهم، كان ما بيكملش في دوري المجموعات و
بيلعب او بيتاهل اليوروبا ليج، وهو بصراحه عنده خبره كبيره جدا في اليوروبا ليج وبيعرف يتعامل مع المباريات الاوروبيه، ماشي بشكل كويس جدا في دوري الابطال، وكمان خرج فريق زي المان يونايتد. فبالتالي انا شايف ان مباراه اشبيليه بايرن ميونخ على الورق ممكن تكون راحه للبايرن، لكن على الملعب هيبقى ليها معايير ومقاييس مختلفه تماما. اشبيليه طبعا هو اسوا دفاع في الفرق المتأهلة إلى دور ربع النهائي، حيث استقبلت شباكو 13 هدف زي ما احنا قلنا، تواجه البايرن بسبع أهداف. هتبقى مباراة يعني دفاعية هيبقى واضح فيها ان دفاع بايرن ميونخ دفاع قوي جدا، او هجوم بايرن بيريح الفريق. فريق اشبيليه زي ما احنا قلنا بيلعب على قد امكانياته وبيلعب بخبرته اللي موجودة في العديد، خبرته اللي هي ايه؟ اللي هي فوزه بثلاث بطولات لليوروبا ليج متتالي، يعني على التوالي كلهم ثلاث بطولات ورا بعض وثلاث كؤوس ورا بعض، وكمان الخبره اللي عنده الكبيره جدا واللي كانت سبب في نقل مدربه او التعاقد باريس سان جيرمان مع يوناي امري المدير الفني السابق لفريق اشبيليه والمدير الفني الحالي لفريق باريس سان جيرمان. طبعا يعني احنا ما اتكلمناش على وسام بن يدر، واحد من النجوم اللي موجودة في أشبيلية، طبعا هداف ومتألق عنده 8 أهداف في البطولة، أنقذ فريق أشبيلية في المباراة الأخيرة على أولد ترافورد في ملعب أولد ترافورد، وقدر إن هو ينزل ويشارك كبديل ويحرز هدفين مهمين جدا جدا علشان ينجح في صعود فريقه لدور الثمانية. هنتكلم على ليفربول ومانشستر سيتي، مباراة قوية، مباراة فيها نجمنا المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول بعد رحيل كوتينيو. رحيل كوتينيو يعني ما شفناش فارق كبير في مستوى ليفربول، بالعكس فريق ليفربول بدا يكون فيه ثبات في المستوى، بدا ان احنا نلاقي عمليه الروتيشن اللي كان يورجن كلوب بيعملها ما بين فيرمينيو وماني وصلاح قلت، كان عنده 4 لعيبه فكان ساعات بيعمل روتيشن، يحب يلعب واحد مباراه ورايح واحد مباراه، او بيعمل دايما تغييرات في او من خلال المباراه لما بيكون شغاله. فبالتالي هنتكلم ونقول ابرز الاحصائيات اللي هتبقى موجوده في المباراه، وبعديها ممكن نقول كده كام امر فني في خاص بمباراه ليفربول ومانشستر. طبعا خرج ليفربول من دوري ابطال اوروبا في اخر مرتين واجه فيها فرق انجليزيه، لما خرج امام تشيلسي في 2008 و2009، والمواجهه هي الاولى في تاريخ مواجهات الفريقين على الصعيد الاوروبي بين مانشستر سيتي وفريق ليفربول. اما مانشستر سيتي هيلعب مباراته رقم 61 في تاريخ مشاركاته في دوري الابطال، بينما يلعب ليفربول مباراته رقم 162. اكيد واضح واللي متابع كوره من زمان عارف ان ليفربول نادي عريق جدا ومن زمان، يعني عريق في عدد انجازاته في بطولات الدوري الانجليزي، في طبعا الكؤوس وعدد مشاركاته ايضا في دوري الابطال، ومحدش ينسى نهائي اسطنبول الشهير ما بين ليفربول واي سي ميلان، واللي قدر ليفربول انه يقلب الترابيزه على اي سي ميلان ويتفوق بعد ما كان 3-0 ل 3-3، ومباراه كانت مهمه جدا وفازوا بيها ركلات الترجيح. نتكلم على او هنشوف الاحصائيات اللي موجوده معانا، هي احصائيات طبعا الشامبيونز ليج الخاصه ب اللاعبين. فطبعا هنتكلم ونبدا بلاعبنا المصري اللي احنا كلنا فخورين بيه محمد صلاح، ونستعرض مع حضراتكم عدد مشاركاته في واحصائياته في الشامبيونز ليج. نبدا بمحمد صلاح. محمد صلاح شارك في 8 مباريات في دوري الابطال، سجل 6 اهداف وصنع هدف. اللاعب التالي اللي هيكون موجود معانا طبعا احسن لاعب في العالم لكن بعد محمد صلاح هو ليونيل ميسي، شارك في 8 مباريات وسجل 6 اهداف وصنع هدفين. طبعا هيظهر قدام حضراتكم حالا على الشاشه احصائيات ليونيل ميسي في دوري الابطال. احنا بنتكلم على دوري الابطال، مش بنتكلم على الدوريات بشكل عام، لا بنتكلم على احصائيات اللاعبين في دوري الابطال. طبعا ليونيل ميسي شارك في 8 مباريات زي ما قلت لحضراتكم، واحرز 6 اهداف وصنع هدفين. يا ترى ميسي وصلاح هيقدروا ان هم يصعدوا بفريقهم لدور قبل النهائي في دوري ابطال اوروبا ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه. يليهم طبعا كريستيانو رونالدو في نجم ريال مدريد واللاعب المتألق، شارك في 8 مباريات وسجل 12 هدف وصنع هدف واحد فقط. أكيد واضح جدا من الأرقام إن رونالدو هو الهداف الحالي لبطولة الشامبيونز ليج. نروح للاعب الرابع اللي موجود معانا أوجويرو، طبعا لعب 8 مباريات وشارك أو أحرز 4 أهداف وصنع هدف واحد فقط لا غير. طبعا يعني احصائيات لعيبه مهمه جدا اتكلمنا عليها خاصه بدوري الابطال، وبالتالي يعني زي ما حضراتكم
شفتم وتابعتم نجوم كتيره جدا، استعرضنا محمد صلاح، استعرضنا ميسي، رونالدو، اجويرو، شفنا نجوم كتيره جدا، واتكلمنا على الاحصائيات وشفنا عدد مواجهات كل الفرق، مين تفوق اكتر من مين، وبالتالي هتبقى يعني واضح جدا ان هي هتبقى مباراه قويه جدا جدا. ايضا ما ننساش كمان روبرت ليفاندوفسكي ووسام بن يدر. روبرت ليفاندوفسكي عنده 5 اهداف، ووسام بن يدر لاعب اشبيليه، روبرت ليفاندوفسكي طبعا لاعب بايرن ميونخ عنده 5 اهداف، شارك في 7 مباريات وصنع هدفين. اما وسام بن يدر لاعب اشبيليه شارك في 7 مباريات وسجل 8 اهداف وصنع ولا هدف. طبعا ايدن جيكو لاعب مهم جدا في صفوف روما، سجل شارك طبعا في 8 مباريات وسجل 4 اهداف وصنع 3 اهداف. اكيد اتكلمنا كده بشكل مفصل على الشامبيونز ليج، واتكلمنا على ابرز المواجهات اللي هنتابعها ان شاء الله وهنشوفها يوم 3 و4 ابريل ان شاء الله، ومواجهات قويه جدا، وهنشوف مين هيقدر يتفوق. هل برشلونه هيقدر يفوز على روما؟ هل روما هيقدر ان هو يتفوق بالامكانيات اللي عنده، ان هو يقدر دي فرانشيسكو يكون عنده ايمان في قدرات لعبته؟ هل ليفربول ومانشستر سيتي وكل دعوات المصريين في تفوق او لتفوق ليفربول؟ محمد صلاح واحد من نجوم ليفربول اللي بيتالق بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد، اشبيليه وبايرن ميونخ زي ما احنا قلنا التاريخ بيقول بايرن ميونخ فريق قوي، او الـ او الـ 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 الورق اللي قدامنا واسامي اللعيبه اللي موجوده بيقول ان بايرن ميونخ هو اقوى، لكن اشبيليه اقصى فريق قوي جدا زي المان يونايتد، يوفنتوس وريال مدريد، واتكلمنا وقلنا عدد مواجهات الفرق، هم كل واحد فاز 9 مرات وتعادلوا مرتين، وبالتالي هتبقى مباراه قويه جدا ما بين الفريقين. يعني قبل طبعا ما ننتقل لليوروبا ليج، اكيد طبعا يعني نفكر كل الساده المشاهدين ان المباريات هتكون يوم الثلاث والاربع الساعه 10 الا ربع بتوقيت القاهره. خلاص زي ما احنا قلنا الدور قبل النهائي على الابواب، مين هيفوز يوم الثلاث والاربع هنعرف مين اللي هيفوز، وبعد كده ممكن كل حاجه تبان. لكن اكيد ننتقل ايضا للبطوله القويه اللي انا شايفها لا تقل اهميه ولا خطوره عن الشامبيونز ليج، هي بطوله اليوروبا ليج. كان فيها انديه كمان من بدايتها شاركت، لكن خرجت على ايد انديه صغيره، مش صغيره في امكانيات اللعيبه، لا صغيره في تاريخها امام فرق كبيره جدا زي نابولي. نابولي ودع اليوروبا ليج، قدر ان هو يخرج تمام، وبالتالي هنروح لاحصائيات. نروح طبعا لاول مباراه ارسنال وسيسكا موسكو، والمباراه زي ما انا قلت ان تاريخيا ارسنال لم يتمكن من الفوز في اي ملعب روسي لعب عليه. طبعا المواجهه الوحيده اللي في تاريخ الفريقين ما بين ارسنال وسيسكا موسكو كانت في دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا 2006 2007، وفاز سيسكا موسكو في روسيا 1-0 وتعادل الفريقين سلبيا في لندن. ارسنال لم يتمكن من تحقيق الفوز في اي مباراه لعبها في روسيا، خسر مرتين وتعادل مره من 3 مباريات خاضها ضد الانديه الروسيه. سيسكا موسكو فاز في 2 في مباراتين فقط من اصل 11 مباراه لعبها ضد الانديه الانجليزيه. لايبزيج ومارسيليا، طبعا مارسيليا خسر مباراه واحده فقط من 6 مباريات لعبها طبعا امام الانديه الالمانيه على ملعب فيلدور، ولايبزيج بيخوض المباراه رقم 11 في تاريخ مبارياته على المستوى الاوروبي لما لعب طبعا مارسيليا ذهابا على ملعبه. مارسيليا لعب قبل كده المباراه النهائيه للبطوله مرتين عام 98 و2004 لكن دون ان يحصل على اللقب. مباراه اتلتيكو مدريد وسبورتنج لشبونه، ولعب الفريقين في بطوله الدوري الاوروبي موسم 2009 2010 وانتهى كلا اللقاءين بالتعادل السلبي ذهابا وايابا، وطبعا 2-2 ذهابا وايابا ليتاهل اتلتيكو اللي سجل هدفين خارج ارضه. مباراه طبعا يعني لسه بنكمل سبورتنج لشبونه ان هو وصل للمباراه النهائيه في موسم 2004 2005 خسر امام سيسكا موسكو الروسي، وامام طبعا اتلتيكو مدريد حقق لقب اليوروبا ليج في 2010 و2012. اخر مباراه لاتسيو وريد بول سالزبورغ، التقى الفريقين مره واحده في طبعا تاريخ المواجهات، لكن كان في دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا موسم 2009 2010 وانتهى بفوز سالزبورغ ذهابا وايابا بنتيجه 2-1. طبعا اتكلمنا كده على كل الاحصائيات الخاصه بالمواجهات الفرق كلها في اليوروبا ليج او في طبعا الشامبيونز ليج، لكن اكيد بعد ما خلصنا الاحصائيات لازم يكون واحد يعني موجود معنا، واحد من اهم محللين كره القدم العالميه في الوطن العربي الكابتن هيثم فاروق. برحب بحضرتك على الشيخ قناه النادي الاهلي يا كابتن هيثم.
السلام عليكم عمر، اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. كابتن هيثم، اكيد طبعا حضرتك عارف عندنا اسبوع مهم جدا في مباريات دوري الابطال، استعرضنا على يعني امام الساده المشاهدين اهم الاحصائيات، لكن راي حضرتك الفني في يعني دور الثمانيه بشكل عام. بالنسبه للتشامبيونز ليج ولا اوروبا ليج؟ التشامبيونز ليج كابتن هيثم. والله يا عمر يعني انا شايف ان المباريات قويه جدا، يعني الفرق اتاخرت عن نهائيات مبكره. اذا كنا بنتكلم عن افضل مباريات فبالتاكيد هيكون لقاء اليوفي مع ريال مدريد، لان ده نسخه مكرره من النهائي اللي تعب السنه اللي فاتت في كارديز واللي فاز بيه ريال مدريد بنتيجه 4-1. ولكن انا شايف ان في مهمه صعبه جدا امام الفريقين، يعني كل الجماهير واشخاص كره القدم فرحانين بهذه القرعه، المباراه دي تحديدا لان هتفرجوا على كره قدم حقيقيه فيها متعه وفيها تاكتيك فيها مجهود بدني فيها كل شيء. ولكن جماهير نادين مش مبسوطه، يعني جماهير خايفه من ريال مدريد، بالعكس صحيح. نفس الشيء بالنسبه لأليجري بالنسبه لزيدان، انا في وجهه نظري لو كانوا خيروا زيدان كان ممكن اي فرقه من دول. نفس الشيء بالنسبه لماكسيميليانو أليجري، ولكن هي ظروف القرعه كما نعلم. يوفي من اكثر الفرق اللي وصلت نهائيات اختلافيه. تخيل يوفي عنده لقبين كتابهم زي ما احنا عارفين مع بلاتيني في 85 والجيل بتاع فيابي على حساب اياكس 86 بضربات الترجيح في الاولمبي. ولكن حتى 7 نهائيات ده رقم كبير جدا. يعني تخيل لو يوفي وفق ان هو يصير بهذه النهائيات هيبقى ثاني اكثر فريق في الشامبيونز ليج لعب ريال مدريد. هيتخطى كمان جدا. ولكن خطوة عاصف جدا انه خسر نهائيات عديده لانها نهائيين في اخر 3 سنوات. مظبوط مظبوط. في الاستاد الاولمبي في برلين وخسر امام ريال مدريد في الفاينل. ولكن معنى يخسر في الفاينل ان هو ممكن ريال مدريد يتخطاها بسهوله في الوقت الحالي. ليه؟ لان اليوفي من الفرق اللي بتعرف تلعب كويس على مدريد. ودي نقطه مهمه جدا. في فرق في المباريات النهائيه ملهاش حل زي برشلونه زي ريال مدريد. ريال مدريد لو وصل الفاينل في اخر محايد بغض النظر عن مظبوط صح. نفس الشيء بالنسبه لبرشلونه، انما على مباراتين على 180 دقيقه الموضوع صعب جدا. فرقه اليوفي تقدر تلعب بشكل جيد جدا. علشان كده انا اتوقع تكون منافسه قويه والاحتمالات متساويه انها تكبر 50% 50%. اذا شفنا كمان الانتفاضه اللي عملها اليوفي في السيريا اه، انا فاكر اخر مباراه وسمح لنابولي ان هو يقلل فارق النقاط، ولكن اليوفي ماشي بشكل جيد جدا وخصوصا مباراه العوده في استاد ويسلي امام توتنهام لما تعادل في 2-2 وبعدين كان خسران الشوط الاول 1-0 وكان بالظبط كده بالسيناريو ماتش الاهلي والترجي في الكامب. مظبوط مظبوط. الاهلي كان متعادل 2-2 في درب العرب وبعد كده راح هناك الشوط الاول خسر 1-0، يعني نفس المباراه. وبعد كده عمل انتفاضه وعملها اليوفي بقياده ايجوايين بقياده انتفاضة. مش معنى كده ان اليوفي فقط الاثنين لعيبه دول، لا ده في مانديكيت، ده في الكساندري، ده في كمان سامي خطيره، ده في خط دفاع قوي جدا مهدي عطيه، في ايضا بس ساينر، في دوبلاس سوسا، في ديبالا، في بيانيتش، في حارس المرمى الكبير بوفون. عشان كده انا اتوقع ان زيدان هيعمل حسابات مؤثره لهذه المباراه. والدليل يا كابتن هيثم، الدليل يا كابتن على كلام حضرتك ان ريال مدريد ما قدرش يفوز في ملعب يوفنتوس من عام 62. يوفنتوس فاز في سانتياغو برنابيو اخر مره كانت 2008 2009، وبالتالي زي ما حضرتك بتقول مباراه هتبقى صعبه جدا على شوطين او على 180 دقيقه، فكلام حضرتك مظبوط. برافو عليك. وريال مدريد هو اكثر فريق فاز بالبطوله وحامل اللقب طبعا. مظبوط. 4 مواسم اخذ 3 القاب، ولكن الموسم اللي خسره كان قدام اليوفي. مظبوط. لما اليوفي اخرج ريال مدريد وخسر في الفاينل امام برشلونه. عشان كده انا شايف ان البطوله الوحيده اللي امام زيدان هذا الموسم لانقاذ الموسم بعد ما خسر الكاس وبعد ما الفارق اصبح كبير جدا بينه وبين برشلونه، وهو امله في بطوله الشامبيونز ليج. عشان كده المباراه هتكون قويه جدا وهتكون مباراه ممتعه لان فيها كل مقومات وفنون كره القدم، ولو قالوا عليها نهايه مبكر يبقى اكيد محدش كذب لما اطلق عليها هذا اللقب. نروح بقى كابتن لبرشلونه وروما ونتكلم على طبعا على الورق برشلونه اكيد اقوى، لكن دي فرانشيسكو مع امكانيات لعبته اللي هو بيؤمن بيها قدر يوصل لدور الثمانيه وممكن يبقى يعني يعمل مشكله لبرشلونه شويه. شايف حضرتك برضو اللقاء من وجهه نظر حضرتك الفنيه؟ بالظبط، يعني على الورق برشلونه هيعدي، ولكن الامر يتوقف على ظروف وحاله اللعيبه يوم هذه المباراه وقدره اللاعبين على تنفيذ
افكار كل مدير فني. فرانشيسكو عامل مباريات قويه جدا في الفتره الاخيره. لو روما لعب بنفس الشكل اللي لعب امام نابولي في سان باولو، المباراه اللي كسبها 4-2، هيسبب احراج كبير جدا لبرشلونه. ولكن يبقى برشلونه هو برشلونه، برشلونه ميسي، برشلونه سواريز، برشلونه ديمبلي، برشلونه راكيتيتش، برشلونه بوسكيتس. اعتقد فريق قوي جدا، ونسبه فوز برشلونه هتكون كبيره جدا. ولكن روما ما عندوش حاجه يخسرها، لان الضغوط كلها هتكون على فريق برشلونه، لان الطبيعي ان برشلونه يكسب ويعدي. عشان كده روما قدامه فرصه انه يلعب جيم كبير، يلعب مباراه مفتوحه، ويحاول ان هو يظهر امكانياته، خصوصا ان الكيرف او النسق بتاع الفريق ابتدى يصعد في الفتره الاخيره. طبعا يا كابتن، مباراه اشبيليه وبايرن ميونخ كالعاده، يعني اشبيليه ماشي بشكل كويس، خرج فريق كبير زي مان يونايتد والناس كلها مستهونه بفريق اشبيليه. بايرن ميونخ اكيد فريق قوي جدا مع يوب هاينكس، بيقدم اكيد موسم رائع ومتفوق في بطوله الدوري وقدر يحسمها. هل شايف يا كابتن ان اشبيليه يقدر ان هو يتخطى فريق بايرن، ولا يبقى بايرن ميونخ هو بايرن ميونخ؟ يعني انا شايف ان يبقى بايرن ميونخ هو بايرن ميونخ، لان احنا عارفين ان الالمان ما بيعرفوش يهزروا، مستحيل ليس المانيا. يوب هاينكس الحقيقه قدر يسيطر على غرفه الملابس، ودي كانت نقطه ضعف كارل انشيلوتي قبل ما يسيب الفريق البافاري. عنده خط هجوم ناري حدث ولا حرج، سواء على الاطراف نتكلم في اريان روبن او فرانك بري او كومان، او الخط الهجوم توماس مير وديفان دوفسكي. نفس الشيء بالنسبه لعيبه خط وسط، اقوى خط وسط من وجهه نظري في اوروبا. تماسك اللي حصل في خط الدفاع بوجود ماتس هوميرز وبواتينج والابا مع كيميتش، الموهبه القادمه بسرعه الصاروخ في عالم كره القدم، هي بعد ما اعتزل فيليب لام كنت اجد منتخب المانيا وبايرن ميونخ مش هيلاقي حد يعوض هذا اللاعب، ولكن كيميتش الحقيقه يبدو بلاء حسنا. ايضا ارتفاع مستوى سفيان اورايخ بعد اصابه مانو دوير تدي طمانينه لفريق بايرن ميونخ ان هو يقدر يتخطى عقبه الفريق الاندلسي اشبيليه، وان كان برضه مونتيلا عامل فريق جيد. وكنت يعني قلوب مونتيلا ان هو بيقعد وسام بن ياجر على مقاعد بدلاء نتيجه لخلاف شخصي. اي نعم بيلعب موريل وسابق معرفته دي في الدوري الايطالي، ولكن سام بن ياجر لما نزل في ماتش الزافوز يسجل هدفين واضاع هدف، اعتقد يستحق انه يلعب كلاعب اساسي، لانه له الفضل الاول والاخير في صعود اشبيليه على حساب مانشستر يونايتد، ودي في حد ذاتها تعتبر متابعه كبيره جدا. دي هتخلي يوب هاينكس يراجع حساباته ويعمل الف حساب لفريق الفريق الاندلسي في مباراه الشامبيونز. ليفربول ومانشستر سيتي يا كابتن هيثم، التاريخ بيلاعب طبعا فريق بيب جوارديولا اللي كل نجوم وكل اموال، حضرتك عارف اكيد الانفاق اللي بيقوم به فريق مانشستر سيتي، لكن يبقى ليفربول الفريق المفضل لدى الجمهور المصري. هل شايف ان فريق ليفربول ان شاء الله قادر على انه يتخطى مان سيتي في الشامبيونز ليج، ولا بيب جوارديولا بالخبره اللي موجوده عنده يقدر يتخطى فريق ليفربول؟ مباراه مهمه جدا، مباراه هايله، كانت فرقتين قويه جدا، مجموعه اللاعبين الموجوده في الفرقتين بتقول لنا المباراه دي هتكون مباراه ناريه. انا كده كده مدينه ليفربول هي مدينه مانشستر، مفيش بينهم مسافه كبيره جدا طبعا، الصراع الكروي بين المدينتين وبين الفريقين. ليفربول هو اكثر فريق انجليزي فاز بالشامبيونز ليج، وله تقاليد وله ارث كبير في هذه البطوله. كلنا عارفين قوه مانشستر سيتي وان هو مسيطر على البريمير ليج، ولكن مش شرط ان انت تكون مسيطر على البريمير ليج ان انت تسيطر على الشامبيونز ليج. ده السؤال يا كابتن هيثم، انا كنت عايز اقول لحضرتك، ليه دايما يا كابتن الفرق الانجليزيه في الدوري بتبقى متفوقه ومتالقه وفي يعني منافسه، في الشامبيونز ليج من فتره بعيده جدا شفنا فريق في نصف النهائي، يعني الشامبيونز ليج الحالي اول مره من فتره كبيره نلاقي فريق انجليزي موجود في دور الاربعه، عشان كده ولا كده اي فريق منهم هيفوز هيبقى موجود. سؤال جميل جدا عمر، واجابته تتمثل في ان روتلان الجمهوريه انجلترا هي اي بلد ثانيه في العالم. تمام. انجلترا فيها 38 بطوله، انجلترا فيها ثلاث بطولات، فيها كاس الرابطه وفيها الاف اي كاب. انجلترا الدوري الوحيد اللي بيلعب في اعياد راس السنه، كل الدوريات الثانيه بتاخد اجازه على الاقل اسبوعين، فاللعيبه بتشعر بنوع من الراحه. عشان كده اللاعب اللي بيلعب في البريمير ليج بيستهلك، بيلعب ما يزيد عن 60 65 مباراه، لو ضفت اليهم كمان المباريات الدوليه مع منتخب بلاده فبيبقى اللاعب مستهلك تماما، فما بيقدرش اللاعب اللي بيلعب في الدوري الانجليزي ينافس على البطوله الاوروبيه.
هديك مثال سريع جدا. تمام يا كابتن اتفضل. مدرب السويدي لما كان ماسك منتخب انجلترا. تمام. قال لهم احنا عشان نرتفع بمستوى منتخب انجلترا لازم اللعيبه تاخد وينتر بريك، لازم تاخد اجازه في اعياد راس السنه والسياسه. مظبوط، هم يا كابتن بالفعل يا كابتن اخذوا قرار بدايه من الموسم المقبل ممكن ياخده. بالظبط. عشان ده السؤال اللي انت سالت فيه، عشان كده بقول لك برافو عليك. وقت يقول لك لا انسى انسى، احنا لا يهمنا المنتخب ولا يهمنا بطوله اوروبا ولا يهمنا اي حاجه، احنا يهمنا نستمتع بالمباريات في عيد راس السنه وفي الكريسماس، وده هدف من جديد، لان هم اللي اخترعوا كره القدم. طبعا يا كابتن طبعا. فاللاعب بيستهلك. المانيا مثلا، المانيا اصلا 18 فريق وبياخد شهر اجازه، فاللاعب بيقدر يريح في بايرن ميونخ ينافس على بطولات اوروبا. اسبانيا نفس الشيء، وان كان اسبانيا عندها بطولتين فقط، بطوله الدوري وبطوله الكاس. تمام. انجلترا بتلعب دوري، بتلعب كاس، بتلعب كاس رابطه، في ماتشات بتنتهي تعادل، في كاس بتتعاد. مظبوط صح. بيستمتع عشان كده الانديه الانجليزيه غير قادره على المنافسه على البطولات الاوروبيه. اي نعم من فتره كان مانشستر يونايتد تشيلسي بياخدها، ولكن في تعتبر استثناءات. ولكن انا شايف الحقيقه ان مفيد لانجلترا واللاعب في تحديدا كان مختص بصراحه، ده كان افضل قرار اخذوه من السنوات السابقه. طب قبل يا كابتن ما نروح لليوروبا ليج، مين يا كابتن توقعك انه يفوز بالشامبيونز ليج؟ سؤال صعب بس عايز بس اجابه، يا تقول لي فريق فريقين. طيب انت عارف ان انا مدريدي. ماشي يعني كل الاحترام يا كابتن. تمنيه وتوقع. ريال مدريد و وبايرن ميونخ. طيب يعني حضرتك بتقول النهائي ما بين يا اما يكون بايرن ميونخ او ريال مدريد. شرط في قرعه لسه جايه في الفاينل ما يقابلوش بعض يعني. ما انا هقول لحضرتك اهو، يا اما النهائي يكون بين الفريقين، يا اما واحد منهم يكون طرف في النهائي. مظبوط كده؟ بالظبط كده. طيب واتمنى ريال مدريد طبعا. طيب يا كابتن نروح لليوروبا ليج مع حضرتك، والبطوله اللي مش بتقل اهميه ولا قوه في الموسم الحالي عند الشامبيونز ليج، ومعانا اربع مباريات اكيد مهمين جدا واقوياء. مباراه لايبزيج ومارسيليا، ونبدا بيها وراي حضرتك الفني في المباراه، ايضا التاريخ بيقابل طبعا طموحات فريق لايبزيج. اكيد. يعني حقيقه عمر انا ثمانيه. كابتن مع حضرتك اتفضل. دعني ارفع قبعه لفريق لايبزيج الالماني، لان فريق اكيد طبعا في الدرجه الثانيه في البوندس ليجا تراي، صعب ولعب اول موسم السنه اللي فاتت في البوندس ليجا وانهى في مركز الوسيط. مش كده وبس، ده لعب السنه دي تشامبيونز ليج زي ما احنا عارفين في المركز الثالث طبعا في مجموعته، عشان كده حول لاوروبا دي. يعني تحيه الى هذا الفريق، تحيه للمدير الفني المنساوي هازن هاطل، لان عمل مجموعه كويسه من اللاعبين، سواء فيسون، سواء تيمي فيرنر لاعب منتخب المانيا، سواء نايل بيسالتا، سواء بروما البرتغالي، لعيبه مميزه جدا وقدرت انها توصل الى هذا الدور. ولكن قدامهم مواجهه صعبه جدا، اولمبيك مارسيلي ده الفريق الفرنسي الوحيد اللي فاز بالتشامبيونز ليج عام 93 وعادي امتيازه مره ثانيه نوعا ما على مستوى اوروبا، على مستوى الدوري في سي الثمانيات المسيطر تماما على البطوله الفرنسيه. لكن رودي جارسيا المدير الفني السابق لفريق روما، ومع الاستثمارات والاموال اللي ضخت في فريق الجنوب الفرنسي، اعتقد المباراه هتكون مميزه وترجح كاس الفريق المصري في هذه المباراه. عارفين فريق مصري من الفرق المحببه هنا كعرب، لان مدينه مارسيليا معظمها جايه طبعا طبعا مارسيليا لعب هناك فيتو، لعب دروجبا، فانا شايف ان فرقه فريق مارسيليا كبيره في تخطي فريق لايبزيج، وخصوصا ان مثل هذه المباريات تحتاج الى خبره المعيد الكبرى والتي لا تتوفر في فريق لايبزيج. ده كده كابتن طبعا مارسيليا حضرتك عارف ان هو خسر مرتين الفاينل في 98 و2004، فنتمنى ان شاء الله ان هو يقدر ان هو يتفوق على العقده اللي موجوده ويبقى موجود زي ما حضرتك ما بتقول. طبعا المباراه الثانيه مباراه الارسنال وسيسكا موسكو، حضرتك عارف ان ارسنال عنده مشكله في روسيا ما بيكسبش ابدا، فارسنال وسيسكا موسكو، هل حضرتك شايف ان ارسن فينجر يقدر ان هو يعمل بقى حاجه لجمهور ارسنال قبل ما الناس يجي لها شلل كده وتقول عايزه ان هي تغيره؟ برضه بطوله انقاذ الموسم بالنسبه لارسن فينجر وفريق الجامرز، لان احنا عارفين انه خسر كاس الرابطه امام مان سيتي، موقف صعب جدا في الدوري. ولكن دعني اثمن موقف الاتحاد الاوروبي، ان هو اصدر قرار طبعا قاعده من عده سنوات وطبق من سنتين، ان الفريق اللي يفوز باوروبا ليج يتاهل مباشره من جروب ستيج. طبعا مظبوط. وده ادى للبطوله قيمه بالاضافه الى رفع قيمه الجوائز اللي استفاد. عشان كده انا شايف ارسنال هيقاتل في كل ما اوتى من قوه في هذه المباراه. انا عم شفت كمان من الفرق اللي قد كده فازت بالبطولات، ولكن اعتقد فريق ارسنال هي الارجح، ونتمنى طبعا التوفيق لفريق المستعجله لوجود لاعب مصري. كنت لسه هسال حضرتك على محمد النني يا كابتن، شايف محمد النني في ارسنال لحد الوقت الحالي ايه راي حضرتك فيه؟ بدون اي مبالغه
تمام. ممتاز ممتاز. انا بحيي حضرتك يا كابتن هيثم، يعني بصراحه بحيي حضرتك كمان محمد النين كابتن، الناس متحامله عليه قوي جدا جدا. اولا هو يعني مش واخد حظي من الشهره والمغنيه نتيجه تالق صلاح، ودي حاجه مش مشكله يعني، لازم الناس اصلا اي حد يا جماعه يلعب في الاصل. فاحنا اللي يلعب في الاصل انت عايز مجهود فظيع وعايز كفاح وعايز قتال. محمد النني اكثر لعيب مصري في تاريخ مصر، في تاريخ مصر حقق بطولات في عالم الاحتراف، بطولات خارجيه، لانه فاز بالدوري السويدي وفاز بالاف اي كاب وفاز بالكوميونتي تشيلد مع اصلا. مفيش لاعب مصري خارج مصر احترف حقق بطولات مثل محمد النني. ده لاعب هيذكره التاريخ بعد ما اعتزل كره القدم، نتمنى له ان شاء الله انه يوفق في هذه بطوله اوروبا دي. طبعا يعني اتلتيكو مدريد وسبورتنج لشبونه طبعا على الورق يعني مباراه قويه جدا، اتلتيكو مدريد عنده خبره في البطوله فاز بيها طبعا مرتين، لكن سبورتنج لشبونه اكيد فريق كبير وعريق. يعني شايف حضرتك مين الفريق الارجح اللي ممكن يتخطى الثاني؟ يعني في مباريات كتير قلت لك ايكوال والنتيجه مش مضمونه، دي المباراه دي على ضمانتي بقول لك اتلتيكو مدريد. من الاخر يا كابتن ها؟ مع دييجو بابلو سيميوني الحقيقه فريق كانت مفاجاه بالنسبه لي ان هو يودع بطوله الشامبيونز ليج. اي نعم الفرق كبر بينه وبين برشلونه دلوقتي في الليجا تقريبا 11 نقطه، ولكن لما يكون عندك خط هجوم مجون من ديجو كوستا وكيفن كاميرو وانطوان جريزمان وفرناندو توريز غير مجموعه لعيبه خط الوسط، عارفين الفريق ده عنده فايتنج سبيريت مش موجود عند اي حد في العالم. طبعا طبعا. فانا برشح اتلتيكو مدريد ليس فقط لشوط المباراه النهائيه ولكن للصعود لمنصه التتويج. انت جابي كابتن فريق حامل كاس اوروبا ليج، يعني اتمنى طبعا الارسنال ولكن اتلتيكو مدريد مرشح فوق العاده. اخيرا يا كابتن، لاتسيو وريد بول سالزبورج، وقدر ان فريق طبعا ريد بول سالزبورج يتفوق على لاتسيو في تاريخ المواجهات لما قابله في موسم 2009 2010 وفاز في اللقاءين بنتيجه 2-1. هل حضرتك شايف لاتسيو هيثأر في اللقاء ده وجاهز بعد تألقه في الدوري الايطالي، ولا سالزبورج ممكن يستغل العقده اللي موجوده ما بينه وما بين فريق لاتسيو؟ الحقيقه سيموني انزاجي مدرب لاتسيو عامل فريق مميز جدا، عنده هداف الدوري الايطالي تشيرو انوبلي، عنده ايضا مجموعه من اللاعبين لوكاتيفا البرازيلي، عنده ناني، عنده اعتقد مجموعه يقدر ينافس بيها على لقب الاوروبا ليج. وشفنا الكامباك اللي عمله في الدور اللي فات بعد ما خسر امام بوخارست هيدر هيدر ان هو فيه خماسيه في الاولمبيكو، ولكن برضه فريق ريد سالزبورج مستوي رغم ان كره فلمنسا متطوره قوي او مواكبه الكره الاوروبيه، شفنا فلمنسا لم تصل نهائي كاس العالم، ولكن عمل مفاجاه في الدور اللي فات ان هو اجاح فريق بروسيا دورتموند الالماني. طبعا عشان كده المباراه تعتبر قويه، في طموحات كبيره عند فريق مستوي، ولكن برضه ارشح فريق العاصمه الاسبانيه فريق لاتسيو. يعني كابتن هيثم اخيرا قبل ما انهي مع حضرتك سؤال خاص، يعني طبعا حضرتك شايف او حضرتك كنت لاعب سابق في فريق فاينل الهولندي، غياب الانديه الهولنديه عن بطولات اوروبا، طبعا حضرتك شاركت اكيد في بطولات اوروبا، لكن عايز اعرف فين الانديه الهولنديه من المشاركه في البطولات الاوروبيه سواء في الشامبيونز ليج او في اليوروبا ليج؟ اولا عمر انا شاركت في بطوله الاتحاد الاوروبي سنه 96 مع فريق فاينلز، لعبنا فريق فيستفوكو ولعبنا اسبانيول ولعبنا فريق تناريف الاسباني اللي هو دلوقتي في الدرجه الثانيه، وكان بيدرب وقتها يوب هانس المدير الفني الالماني الحالي فريق بايرن ميونخ، بعدها راح بلباو وبعدها راح كمان ريال مدريد وخد معاهم الشامبيونز ليج على حساب جيزي 98. ولكن بالعوده لسؤالك، الحقيقه في هولندا في حزن شديد جدا لان منتخب هولندا فشل ان هو يصل لامم اوروبا 2016. طبعا هولندا فشل يصير كاس العالم. هولندا اللي وصل نجران نهائي في كاس العالم ثلاث مرات كان ممكن تفوز بيهم، ولكن الحقيقه في تراجع كتير في اداء الكره الهولنديه لاسباب عديده. اولا عدم وجود المدرب الهولندي الكفء في الوقت الحالي. زمان كنت تلاقي في كاس العالم 2006 ثلاث مدربين هولندا ماسكين ثلاث مستويات، زي خوش هيزن ماسك استراليا، زي نيو بن حاكر ماسك ترينداد وتوباجو، زي باركو فان باستن ماسك منتخب هولندا، وكان في بيت ابليكات، وكان في طبعا يوهان كرويف، وكان في خوليت، وكان في اسماء كثيره رنانه. ولكن الوقت الحالي انا بقول قولي يقصد هو رونالد كومان هو الاصلح لقياده منتخب هولندا. نفس الشيء بالنسبه للاعب الهولندي، هولندا عمرها ما كان عندها اهتمام بالناشئين والشباب، اي نعم على مستوى التدريبات وعلى مستوى الاكاديميات في امتياز هناك، ولكن على مستوى المنتخبات عمرك ما سمعت منتخب هولندا تحت 16 سنه خد بطوله اوروبا او خد كاس العالم. نفس الشيء بالنسبه لمنتخب الشباب او المنتخب الهولندي. الاهم حاجه بعد كده ان المرتبات
والتنصير والتعمق الدفاع في اللاعبين في الدوريات الاخرى خلت معظم اللاعبين سواء هولنديين او غير هولنديين يهاجروا من هولندا ويلعبوا في الدوريات الاخرى، سواء دوريات انجليزيه او المانيه او ايطاليه او اسبانيه، عشان كده الدوري الهولندي فقط طريقه، بقى يا كابتن هيثم بقى محطه دايما اي حد عايز يروح اوروبا يخش عن طريق هولندا او بلجيكا. بالظبط، دي نقطه مهمه جدا. ناهيك طبعا عن ان الادوار اللي بتدفع في الدوريات الاخرى والرواتب بتخلي اللعيبه تهاجر من الدوري الهولندي، الامر بيخلي مستوى الدوري الهولندي غير قوي، فالانديه اصبحت غير قادره على المنافسه. الطفره الوحيده كانت السنه اللي فاتت لما اياكس وصل مباراه نهائيه امام مانشستر يونايتد في الاوروبا دي، الطفره اللي جاب مانشستر يونايتد قدر يفوز بسهوله. ولكن انا اتمنى في الفتره الجايه وعندي ثقه كبيره جدا في الفريق الفني الهولندي الحالي رونالد كومان، لان انا عرفت هذا الراجل واعرف هو بيفكر ازاي، ان الكره الهولنديه تستعيد امتعتها على يد هذا الراجل. يعني كابتن هيثم اكيد طبعا متعتنا وبكل المعلومات اللي حضرتك اديتها لنا وتحليلك الفني الرائع، يعني احنا اكيد هنكمل ونشوف بقى مع بعض هل بايرن ميونخ او ريال مدريد واحد منهم اللي يقدر يفوز بالبطوله ولا لا زي ما حضرتك توقعت. ويعني بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في وورلد سوكر على قناه لي. كنا مع حضراتكم في مداخله تليفونيه أكثر من رائعة وممتازة للكابتن هيثم فاروق المحلل الفني، واحد من أكثر المحللين اللي احنا بنستمتع بيهم في تحليلاته للدوريات الأوروبية. هنروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم من جديد. طبعا فقرة الفيديوهات المتنوعة والكواليس والأخبار الخاصة بكل الكرة العالمية، نحاول نجيب لحضراتكم الأخبار والفيديوهات اللي مش بتقدروا تتابعوها اللي بتبقى موجودة بس على السوشيال ميديا وفي الكواليس، يعني حاجات كده بنقدر ان احنا بفريق الاعداد القوي ان احنا نجيب لحضراتكم اهم الاخبار والفيديوهات، وحتى يعني اي حد بيحلل في استوديو تحليلي في ملاعب اوروبا وفي الدوريات الاوروبية بيتكلم على اي حاجة خاصة بنجومنا المصريين اكيد طبعا لازم نجيبها لحضراتكم عشان نستعرض ونشوف ازاي الناس دي بتتكلم على لاعبتنا المحترفين المصريين وبالاخص محمد صلاح اللي متعلق مع فريق ليفربول بشكل قوي جدا، واحنا متابعينه وشايفينه بسم الله ما شاء الله، ربنا يبعد عنه شر الاصابات وكمان يقدر ان هو يقدر يلعب مع منتخب مصر ويتالق بقى في كاس العالم ويقدر يكمل الموسم الرائع والناجح مع فريق ليفربول، ويبقى سنه يعني حافله لمحمد صلاح سواء مع المنتخب ومع فريق ليفربول. وبالنسبه لمحمد صلاح يعني اول حاجه هنتابعها مع حضراتكم هو ستيفن جيرارد الاسطوره الانجليزيه واللي لعب لليفربول والمخلص جدا اللي ما قدرش واللي ما رضيش يسيب ليفربول رغم الاغراءات الكثيره جدا اللي كانت عنه من انديه كثيره جدا كانت طمعانه فيه، لكن يبقى ستيفن جيرارد واحد من اهم الاساطير الانجليزيه للعبه لفريق ليفربول. تعالوا نشوف جيرارد وهو بيتكلم على محمد صلاح ونرجع نكمل معاكم باقي الاخبار. والولاد رزق وكل حاجه في الدنيا دي ربنا بيكتبها لنا هي رزق، والدعاء ايضا رزق. تعالوا نشوف بقى ازاي محمد صلاح ربنا مش بس مديله حب الناس والشهره والنجوميه، لا ده مديله كمان الدعاء وحب الناس. في العمره في المملكه العربيه طبعا السعوديه في مكه، طبعا اب وابنه يعني اثناء مناسك او تاديه مناسك العمره فبينتهزوا الفرصه يعني وبيفتكروا محمد صلاح فبالتالي بيدعوا له. يعني ده رزق كبير جدا وسبب تفوقه وحب الناس فيه ان هو يعني زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله بيتعامل مع كل الناس بتواضع، وده اللي خلى الناس تحبه وتتعاطف معاه وبيدعوا له. يعني احنا عارفين دايما ان اكتر دعاء بيبقى مستجاب هو دعاء بيكون طبعا في 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 ظهر الغيب طبعا. وبالتالي تعالوا نشوف الاب وابنه دعوا لمحمد صلاح بايه ونرجع نكمل مع حضراتكم. اللهم اكرم، اللهم اكرم ابننا ابننا صلاح محمد صلاح ربنا يا ربنا في كأس العالم في كأس العالم في روسيا في روسيا هذا العالم هذا العالم واكرمه اليوم واكرمه اليوم بهاتريك بهاتريك يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم ارفعه اللهم ارفعه. محمد صلاح زي ما احنا عارفين هو سفير مصر وسفير العرب في الملاعب الأوروبية والملاعب الإنجليزية، وكل السلوك اللي بيعمله سواء يعني ايجابي او سلبي بينعكس عليه، فبالتالي محمد صلاح بسم الله ما شاء الله كل سلوكياته واخلاقياته كلهم ايجابيه.
وبالتالي يعني كل هدف بيحرزه محمد صلاح بيسجد لربنا شكرا، ده دليل على طبعا إيمانه الشديد جدا وإيمانه الكبير، وبالتالي بدأ أن هو يعكس انطباع جميل جدا وإيجابي جدا في من خلال لعبة كرة القدم للعالم كله، أنه هو إزاي يشوف العرب من خلال محمد صلاح. فبالتالي الدكتور الكبير والداعية دكتور عائد القرني وجه له رسالة شكر وتحية، تعالوا نسمعها ونرجع نكمل معاكم. أنا غردت اليوم شاكرا اللاعب الشهير محمد صلاح أبو مكة، حتى أبو مكة الكونية رائعة وجميلة أبو مكة، لأنه سجد لله لما سجل هدف. هو في الغالب إذا سجل هدف سجد، يحق لنا أن نشكر كل من يمثل الإسلام تمثيلا حسنا، من عالم، من أمير، من وزير، من تاجر، من كاتب، من مهندس، من فنان، نقول شكرا جزيلا. سجد لله في ملعب أجنبي ليقول عظمة لله، الألوهية لله، الربوبية لله، العبودية لله، العزة لله، الملك لله. هذه رسالة عظيمة، يمكن أحسن من 100 محاضرة أو 1000 محاضرة. اشكروه، وفقه الله. شكرا يا أبا مكة، تحياتنا من مكة لك يا أبا مكة، دمت علما ونجما ودام كل من يمثل الإسلام ويحسن هذا التمثيل. شكرا لك. وإحنا كمان بنشكرك يا أبو مكة على تشريفك لنا في الملاعب الإنجليزية. محمد صلاح في إحدى مبارياته في الدوري الإنجليزي طبعا سجل فيها سوبر هاتريك، فبعد المباراة محمد صلاح مؤدب جدا، منافس وليس خصم، في الآخر كلنا أخوات وصحاب وحبايب وبنسلم على بعض بعد انتهاء المباراة. طيب، في ولد صغير في مدرسة إنجليزية أكيد عايش في مدينة ليفربول وهو طفل إنجليزي، بعد اتفاق محمد صلاح، وإحنا قلنا إن في علاقة حب وتفاهم كبيرة جدا ما بين محمد صلاح وبين الولادة الصغيرة، وسبب يعني على الأرجحية بتكون إن في كده حتة حنية ما بين محمد صلاح والولاد الصغير، فبالتالي ولد صغير رفض إن أي حد يناديله غير باسم مو صلاح. وهي القصة كانت مكتوبة على تويتر قبل ما نشوف الفيديو، أنا بحكي يعني بحكي لحضراتكم القصة. فبالتالي في المدرسة في البيت قال أي حد هيندهلي باسم غير مو صلاح مش هرد عليه. فالولد بقى يعني حط كده عنده شوية أجهزة موسيقية وبدأ إن هو يغني أغنية محمد صلاح بتلحينه وبإيقاعه. تعالوا نشوف أغنية مو صلاح يعني بإنشاد وغناء الولد الصغير، نرجع نكمل معاكم. صلاح ذا ايجيبشن كينج، ده كان غناء الولد الصغير، ودي الاغنيه الشهيره لمحمد صلاح في كل العالم وبالاخص في ملاعب ليفربول والانفيلد. واحنا عارفين ان كل مباراه بيتالق فيها نجمنا المصري محمد صلاح بيكون فيها كاريكاتير كرتوني لطبعا جمهور ليفربول بيعمله لليفربول وبالاخص محمد صلاح. تعالوا نشوف ازاي عملوه الكرتون لمحمد صلاح بعد تالقه في مبارياته الاخيره في الدوري الانجليزي، ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات نجمنا المصري محمد صلاح. مفيش شك ان ميسي اكيد اسطوره كبيره جدا ولاعب كبير جدا، ولاعب لما يقارن محمد صلاح ده شرف لينا كلنا وفخر. نيجي يوم من الايام لاعب مصري عربي يقارن بميسي ده شرف، وده شيء يشرفنا كلنا كمصريين. لكن تعالوا نشوف ونسمع راي يورجن كلوب في مقارنه ميسي ومحمد صلاح. راي مهم جدا ليورجن كلوب ان يتكلم على صلاح بالشكل اللي حضراتكم شفتوه وسمعتوه. مفيش شك طبعا ان ملعب الانفيلد واحد من الملاعب الكبرى في الدوري الانجليزي، ملعب يعني في حضور جماهيري كبير جدا، وان احنا نسمع اغنيه محمد صلاح بترج استاد الانفيلد ده شيء يخلي الواحد كده جسمه يقشعر ويفكر فيه ان ليه لا ما يبقاش في كل نادي انجليزي لاعب مصري ويؤدي بنفس الروح والحماس والتالق اللي بيؤدي فيه محمد صلاح. تعالوا بقى هنسمع يعني اداء والاغاني اللي بيغنوها لمحمد صلاح في ملعب الانفيلد واغنيته الشهيره مو صلاح. تعال نشوف الجمهور الانجليزي بيغني زي محمد صلاح، نرجع نكمل معاكم. مو صلاح
يعني فيديو يعني جميل جدا وحاجة رائعة من جمهور انجليزي للاعب مصري متألق في الملاعب الانجليزية. كل الجمهور الانجليزي بيحب محمد صلاح، وزي ما احنا قلنا ده سلوك ايجابي بينعكس يعني علينا احنا كعرب وكمصريين في اوروبا، بعد طبعا ما بعد الانطباعات السلبية اللي تتاخد علينا من قبل طبعا يعني اشياء تانية كتير. لكن محمد صلاح عن طريق رياضة، عن طريق كرة قدم، بيقدر ينشر رسالة سلام وبيقدر ينشر سلوك إيجابي جدا لنا كعرب موجودين في أوروبا أو هو كوجوده في إنجلترا. الفيديو اللي جاي فيديو كوميدي جدا طريف جدا، بعد مباراة ليفربول اللي انتهت طبعا بفوز ليفربول وتألق محمد صلاح كالعادة. محمد صلاح بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد اللهم لا حسد، بيتألق في كل مباراة بيلعبها، وبالتالي طبعا من إحدى يعني في إحدى مبارياته محمد صلاح تألق أحرز أهداف. الشاب الإنجليزي يعني خلاص هو بقى متيم بمحمد صلاح ومصر وفريق ليفربول، فقرر إن هو بعد انتهاء المباراة محمد صلاح قدامه على الشاشة يشغل أغنية مصرية، أغنية يعني زي ما بنقول أغنية شعبي، ويبدأ أنه هو يرقص عليها يعني ويصور نفسه، تبقى مكافأة لمحمد صلاح، مكافأة لنا كمصريين، ومكافأة لكل الناس اللي هتشوفها ده، عشان خاطر هي يعني هتموت بالضحكة لما تشوف الشاب الإنجليزي وهو بيرقص. عاد نشوف بقى رقص إزاي بعد انتهاء مباراة ليفربول، وكمان رقص إيه محمد صلاح قدامه على الشاشة. تعال نشوف إزاي رقص ونرجع نكمل. بسم الله ما شاء الله، كل الاخبار والفيديوهات اللي موجوده معانا محمد صلاح في كل بقى المجالات، في بقى الانجليزي اللي شفتوه قدام حضراتكم بيرقص على اغاني مصريه، على راي يورجن كلوب، على راي ستيفن جيرارد، على الدكتور عائض، على كتير جدا، على الكرتونز والحاجات اللي بتتعمل لمحمد صلاح. لكن نيجي بقى لحاجه اعتقد ان هي حاجه يعني بجد حاجه جميله جدا ورفقه طيبه من مشجع مصري عايش في انجلترا ولسه شايل مولود او مولوده على ايده، وهو مظبط كل حاجه، مظبط له تيشرت على مقاسه، يعني ولد عنده ممكن نقول عنده 5 دقائق، عنده 4 دقائق، عنده ساعه لسه مولود، ومظبط له تيشرت الخاصه بليفربول وعليها اسم محمد صلاح ورقم 11 وملبسها للبيبي. تعالوا نشوف بقى اللقطه الجميله في مولود، يعني ربنا يعني ربنا جعله بقى او يعني جعله وجود في الدنيا ولسه من لحظات، وابوه طبعا والده بيهدي له تيشرت محمد صلاح. زي ما انا قلت محمد صلاح مش بس هو لاعب كره قدم، مثال وقدوه لكتير جدا من ناس موجوده، واكيد محدش يعني ينكر ولا يقول إن, ان 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 اي حد من الناس تتمنى ان اولادها يطلعوا بس نص محمد صلاح، مش بس في لاعب كره قدم، لا ده في اخلاقه وفي سلوكياته وفي تواضعه مع الناس. تعالوا نشوف ازاي الاب استقبل ابنه بتيشيرت محمد صلاح. Ali Muhammad Ali Luli. Say something to your fans. Let it go down. Muhammad Salah. He just was born now. Just born now. Thank you. ربنا يا رب يجعله كده ان شاء الله من الذريه الصالحه كده، ويكون شاب جميل يعني ان شاء الله كمان يتفوق على محمد صلاح خلقا ولعبا ان شاء الله. اكيد طبعا نجوم العالم يعني نجي ناس كتيره جدا بتتكلم عن محمد صلاح، يعني ناس زي ما احنا عارفين ان شفنا يورجن كلوب، شفنا ستيفن جيرارد، شفنا يعني في استوديوهات تحليليه كتيره جدا في انجلترا بتتكلم على تألق محمد صلاح، وبالاخص كمان تيري أونري، تشامبلين، بيب جوارديولا، طبعا ناس كثيره جدا بتتكلم وتشكر في محمد صلاح. محمد صلاح زي ما احنا بنسمع وبنشوف ان في كلام على انتقاله للموسم القادم لريال مدريد، هنشوف. لكن في المقابل بنشوف وبنسمع ان ليفربول بينفي، بيقول احنا مش هنفرط في محمد صلاح،
احنا بنحاول ندعم ليه محمد صلاح الفريق. يعني هما بيحاولوا ان هما يظبطوا الفريق محمد صلاح علشان ليفربول يعود الى منصات التتويج المحليه بيفوزوا بيه الدوري الانجليزي. وبالتالي تعالوا نشوف مع حضراتكم فيديو بيتكلم فيه بعض النجوم على محمد صلاح. تعالوا نشوف قالوا ايه. نرجع ولسه مكملين مع محمد صلاح. منتخب مصر هيبقى موجود مع منتخب السعوديه في مجموعه في كاس العالم. محمد صلاح بعد تألقه في الدوري الانجليزي جمهور السعوديه طبعا يعني بيداعب بعضه وبيهزروا على السوشيال ميديا وبالاخص الجمهور السعودي نشط جدا على تويتر. وبالتالي بدأوا ان هم ايه يعني يقولوا ده مين هيمسكه؟ ده هيبقى خطر جدا علينا، طب احنا نعمل ايه؟ فبالتالي جمهور السعوديه او الجماهير السعوديه بتتحدث عن صوره محمد صلاح او هم يعني زي ما قلت لحضراتكم بيبقى في نوع من انواع الهزار والضحك ما بين الجمهور السعودي وبين بعضه بعد تألق محمد صلاح. فيعني هنستعرض مع حضراتكم صوره للجمهور السعودي وهو بيتكلم طبعا ان زي ما احنا شفنا ان الجمهور السعودي نشط جدا على تويتر تمام. فبالتالي هنا بيتكلم على صوره محمد صلاح وبيقولوا محمد صلاح هاشتاج محمد صلاح وما طبعا تبغوني اشجع مصر ضد السعوديه معناها ومش عايزيني اشجع مصر ضد السعوديه بعد تألق محمد صلاح في الدوري الانجليزي ومع ليفربول. يعني دي بعض التعليقات اللي حضراتكم شايفينها ما بين الجمهور السعودي بينهم وبين بعض في تألق محمد صلاح، كلام ورثاء طبعا حب ويعني عشق ليهم كجمهور عربي طبعا شقيق السعوديه طبعا اشقائنا ويعني احبائنا واخواتنا، فطبيعي جدا ان يكون في هذا الروح الرياضيه الجميله زي ما احنا شايفين شاب مصري بسيط قدر يوصل لهداف الدوري الانجليزي اوفيس. يعني كلام كتير جدا جدا نشوف يعني دي بعض الاراء والتويتات اللي موجوده لجمهور السعودي. اتمنى ان محمد صلاح يسجل في السعوديه 8 اهداف يعني ان شاء الله لا بس طبعا يعني السعوديين اكيد طبعا اخواتنا واحبائنا. يعني معانا اخبار كتير لمحمد صلاح معانا يعني اكيد طبعا بعض الناس زي ما احنا قلنا ان في بعض الجمهور الانجليزي اللي اتكلم وقال ان لو محمد صلاح احرز المزيد من الاهداف هيتم طبعا يعني او هيدخلوا الاسلام. وبالتالي يعني هي رساله حب لواحد بيدي انطباع وسلوك ايجابي، ده اللي احنا قلناه. محمد صلاح مش بس لاعب كويس، لا هو ممكن يكون لاعب كويس لكن مش مقبول. ممكن محمد صلاح لاعب احسن لاعب في العالم بس مغرور. لكن محمد صلاح لعيب متواضع، لعيب يعني لعيب الناس بتحبه وهو بيحب الناس. فبالتالي النتاج الصوره اللي تظهر قدام حضراتكم عشان حالا دلوقتي دي اللي هي لا واحد من الجمهور الانجليزيه بعد محمد صلاح تالق يعني اعلن المفروض ان هو اعلن اسلامه بيقول صلاح is joining the season is absolutely طبعا seasonal I'm officially joining Islam اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. اكيد طبعا بيتكلم بالنسبه للرساله في الانجلش ان هي بيقول اللي صلاح بيعمله الموسم الحالي هو موسم استثنائي بالنسبه له، انا رسميا بدخل الاسلام. طبعا قدام حضراتكم الشهاده. وطبعا احنا بنستعرض لحضراتكم ايه اللي بيدور في كواليس جمهور ليفربول طبعا يعني يعني وكده يكون خلصنا كل اخبار محمد صلاح وفيديوهاته وحاجات يعني الكواليس اللي حضراتكم واللي حضراتكم مكملين لسه على هنروح بقى لكواليس الدوريات الاوروبيه. وزي ما حضراتكم متعودين دايما كمان مش بس بنغطي اخبار لاعبتنا المحترفين، لا يعني محمد صلاح بسم الله ما شاء الله بيبقى يعني ربع الحلقه اخبار خاصه بس بمحمد صلاح. ف يعني يا رب ان شاء الله يكون متالق كل حلقه عشان نقدر نجيب لحضراتكم كل الكواليس اللي موجوده والخاصه بمحمد صلاح. وكمان مش بس حضراتكم والله اللي بتستمتعوا بيها، احنا كمان بنستمتع واحنا بنستعرض الفيديوهات دي وبنستعرض الاخبار بيبقى شيء يعني مشرف فعلا فعلا. فهنروح طبعا لاول حاجه مشكله كبيره جدا ما بين يعني اثنين لعيبه واثنين زمايل في دوري الفرنسي دوري الدرجه الثانيه اللي انتهت بتدخل من الحكم. يعني فريق فرنسي في الدرجه الثانيه اثنين لعيبه في نفس الفريق بيتخانقوا مع بعض، فكانت النتيجه ان الحكم تدخل. تعالوا نشوف الحكم تدخل بايه واداهم ايه والموقف انتهى ازاي. نرجع نكمل معاكم. طبيعي بنشوف فرقتين او فريق واحد من فريق والتاني من فريق بيتخانقوا مع بعض والحكم بيتدخل، لكن ان اثنين من نفس الفريق يتخانقوا دي حاجه جديده مش جديده، يعني بنشوفها كل 10 سنين مره
وبالتالي كان يعني سلوكه منظر سيء جدا، والحكم هو عمل احسن حل ان هو طبعا كارت احمر للاثنين لعيبه، وبالتالي الفريق كمان مش بس هيعاقب في ان الاثنين لعيبه يخرجوا، ده كمان هيلعب ناقص ويبقى الفريق متضرر، وكمان هيبقى فيه عقوبات من الفريق ومن الاتحاد الفرنسي وتقرير الحكم اللي بيتسلم او اللي بيسلم من الحكم للجهه المختصه بعد المباراه. تركيا ما فيش شك ان تركيا عندهم جمهور متحمس قوي او مش قوي يعني زاد عن اللزوم، وبالتالي يعني اي مباراه اكيد بنشوف جمهور مرعب. يعني اكبر ثلاث انديه في تركيا طبعا جلطة السراي وفانر بختشا وبشكتاش، لكن جلطة السراي ضد فانر بختشا بتبقى المباراه الاقوى. فتخيلوا بقى حضراتكم ان احنا هنستعرض بس الجمهور التركي اللي جلطة السراي قبل المباراه ازاي احتشدوا في الملعب وازاي بيحمسوا الفريق اللي بيشجعوه قبل المباراه. فتخيلوا بقى حضراتكم المباراه نفسها حصل فيها ايه. فاللي احنا هنشوفه قدامكم دلوقتي ده جمهور جلطة السراي قبل الماتش، يعني قبل الماتش بيحفزوا جمهور. تعالوا نشوف جمهور جلطة السراي احتفل وحضر فريقه ازاي لمباراه القمه امام فنربخشة، نرجع نكمل. ده تمرين بس، يعني ده تمرين قبل المباراة. تخيلوا بقى حضراتكم المباراة نفسها تبقى عاملة ازاي. جمهور قوي جدا في تركيا ومحب وعاشق لكرة القدم، وهم متعصبين جدا. احنا عارفين في دوري تركيا عندنا لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه اللي ان شاء الله يعني هو عنده حاليا ثلاث عروض شفهيين في تركيا للثلاث اندية الكبيرة، سواء جلطة السراي او فنربخشة او بشكتاش، ويعني ده كلام بيتقال لكن كلام مؤكد، لكن لسه ما فيش اي عروض رسميه للاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي. ويعني جارث بيل نجم ريال مدريد والنفاسه البشريه، اكيد كل لاعب ليه هوايه، وهوايه جارث بيل يعني غير كره القدم هي لعبه الجولف. يعني كمان بس مش جارث بيل مكتفي بالجولف ان هو يلعب جولف طبعا في ملاعب الجولف، لكن هو
يعني عامل ملعب جولف في البيت عنده خاص بيه يلعب وقت ما هو عايز، وبالتالي اكيد يعني لازم نستعرض بقى ونشوف مع حضراتكم العز اللي عايش فيه جاريس بيل والجولف اللي بيلعبه وازاي بيلعب جولف. هو كمان لعيب كبير في الجولف، احنا عارفين الجولف دي لعبه بتكون صعبه شويه وعايزه يعني حد عنده صبر، فبالتالي تعالوا نشوف جاريس بيل وهو بيستعرض مهاراته في الجولف وبيلعب جولف. نرجع نكمل معاه. تقنيه الفيديو اكيد شفناها كتير في ملاعب اوروبا، في انديه بترفضها وفي انديه بتؤيدها، مش بس الانديه كمان الجماهير، في من يؤيد وفي من يعارض. انا من الناس اللي بتقول ان لعبه كره القدم او ان يبقى فيها سسبنس ما يبقاش فيها تقنيه الفيديو، هي حاجه بتزود من الاثاره والحماس في كره القدم. كلنا بشر، كلنا بنخطئ، الحكم طبيعي جدا مش هيبقى يعني ما بيخطئش طوال 90 دقيقه، لا اكيد ممكن يعني يخطئ في حاجه هو مش شايفها، لكن اكيد مش هيبقى عن عمد. جماهير لاتسيو ونادي لاتسيو شافوا ان هم تقنيه الفيديو جت عليهم بخساره، فجمهور لاتسيو حب ان هو او قرر ان هو يتظاهر امام مقر الاتحاد الايطالي علشان يطلب بالغاء تقنيه الفيديو اذا الحكم بيرجع ليها لما يكون في قرار هو مش متاكد منه. تعالوا نشوف جمهور لاتسيو احتج وتظاهر وطالب من الاتحاد الايطالي بان هو يستغنى عن تقنيه الفيديو، والمنظر هم اكيد بيحتجوا بشكل لطيف ويعني مش بطريقه فيها طبعا يعني اثاره او شغب، لا هم بيحتجوا وبيتظاهروا بشكل سلمي طبعا، وكان امام مقر الاتحاد الايطالي. فتعالوا نشوف جمهور لاتسيو، نرجع نكمل معاكم. القوانين في اوروبا قوانين صارمه جدا وحاسمه، زي ما احنا عارفين ان في عاده في بعض اللعيبه بيرفضوا ان هم يلتزموا بيها، دي بتبقى من خلال قوانين المرور في اوروبا وفي العالم كله، ان مفيش اي حد يسوق وهو متعاطي للخمور، ده يفقد التركيز وبالتالي بيحدث من خلاله مصايب كتيره جدا، من ضمنها ان لاعب في ساندرلاند بعد ما كان متواجد في بعض الحفلات وبعد تعاطيه لشراب في خمور كان النتيجة ان هو تسبب في حادث سير يعني لحد ملوش اي ذنب بخطأ هو يعني تغافل او هو باللغة بتاعتنا كده ايه يعني حط ورا ظهره قال مش مهم، فبالتالي كان الـ يعني القانون اللي المفروض يمشي عليه ممشيش عليه فأدى الى حادث سير يعني ملوش اي لازمة، وبالتالي ممكن يبقى تحت طائلة القانون ولازم طبعا هيحاسب. ومفيش شك ان احنا كده نستعرض قدام حضراتكم الفيديو واحنا بنتكلم دلوقتي عشان نعرف ونشوف ان الناس دي بره ما بتهزرش، ان مفيش حد فوق القانون. كل يعني للعربيات اللي حضراتكم شايفينها كام عربية بتسبب في الحادث بتاعها. تاني حاجة أكيد في يعني إصابات، يعني حتى لو مش إصابات كبيرة لكن في إصابات، يعني كفاية الخضة نفسها بتاعة الفرملة والحادثة والريحة اللي بتبقى موجودة اللي جوه العربية ريحة الشياط، فبالتالي يعني نتمنى إن يعني يكون كله أمن السلامة وده نتعلم، يعني إحنا ممكن يكون هنا حد في مصر بيتفرج علينا يكون مستهتر بلقطة زي دي، وبالتالي حتى بس لو مش يكون في خمور في الموضوع لا لازم يكون في طبعا يعني تركيز لكل الناس حتى يعني بالأخص لعيبة الكورة عشان هم طبعا يعني اكل عيشهم، وربنا ان شاء الله يسلم الجميع من شر الاصابات. لسه مكملين مع حضراتكم، ورونالدو طبعا احنا عارفين ان هو اعلى رياضي في العالم، عنده عدد متابعين على الانستجرام والفيسبوك، عنده على الانستجرام تقريبا 122 مليون، ده لو مش 123 مليون في لحظه اللي انا
بكلم حضراتكم فيها، مليون متابع، مليون مش ألف. فبالتالي رونالدو كان نشر على كل حساباته الشخصية سواء فيسبوك بيج انستجرام الشخصي أو على تويتر ان هو بدأ العالم في 2018 انه يعني في بقى ايه انسان آلي، بدأ ان هو يبقى انسان بجد بيحاورك وبتحاوره وتتكلم معاه، فبالتالي كان في حوار. وطبعا رونالدو اضاف الحوار بعد الكوميديا، وان هو طلب من الانسان الآلي ان هو يقلد الاحتفال الخاص بيه اللي كل ما رونالدو بيجيب جون بيعمل زيه. تعال نشوف رونالدو في حواره مع صوفيا الانسان الآلي وهما بيتكلموا مع بعض، ويعني فيس تو فيس او كل واحد وجها لوجه، ونرجع نكمل معاك. الانسان الآلي خلاص بقى يتكلم مع البني ادمين وبقى يجاوب عليهم ويجاوب على كل اسئلتهم، زي ما احنا شفنا الاحتفال برونالدو بعد ما رونالدو حاول يقول لها ان هي تقلده، يعني بس صوتها كان مسرسع شويه، محتاج ان هو كده ينشف كده يخشن شويه عشان تعرف تقلد احتفاليه كريستيانو رونالدو. فيرمينيو اكيد يعني بيجبر خاطر مشجع بيحتفل بعيد ميلاده، ففيرمينيو جبر بخاطره واحتفل معاه في عيد ميلاده. تعال نشوف فيرمينيو واحتفاله بعيد ميلاد مشجع ليفربولي، واقل يعني ده اقل حاجه من فيرمينيو لجمهور ليفربول، علشان طبعا الجهد الكبير جدا اللي بيبذلوه في تشجيع لعيبه ليفربول من خلال المباريات. الناس بره متواضعة بشكل كبير جدا يا جماعة، ما عندوش مشكلة خالص ان هو يجبر بخاطر مشجع بيحبه وبيعشقه، والتواصل معهم سهل، ما فيش اي بقى كلكعة في المواضيع. ويعني نتمنى ان احنا بقى نشوف الحاجات دي عندنا في مصر، مش بس عن طريق السوشيال ميديا. احنا بنلاقي كتير جدا لعيبة بتجبر خاطر المشجع عن طريق السوشيال ميديا، لكن لا، ان شاء الله يبقى كمان سوشيال ميديا وفي المواقف الحقيقية. ميسي نجم كبير جدا، يعني ما فيش شك ان هو واحد من افضل اللعيبة اللي في تاريخ العالم اللي احنا شفناه وعصرناه، لكن ازاي بقى ميسي بيقابل جمهوره؟ الله يكون في عونه طبعا، عمر ما نجم كبير زي ده يعرف ان هو يرضي كل مشجعينه. ميسي كل يوم بيروح التمرين بيتمرن في ملعب برشلونه، وبالتالي كان الجمهور الكتالوني البرشلوني العاشق والمحب لميسي كان في انتظاره، لكن للاسف ميسي ما قدرش ان هو لو كان واقف ونزل من عربيته ما اعتقدش ان هو كان هيلحق تمرينه ولا كان يعني هيكمل، يعني كان ممكن بقى ايه يعني اللي ياخد تيشيرت اللي ياخد شورت اللي ياخد جزمه اللي ياخد حاجه من اللي ميسي لابسها عشان تبقى ذكرى ليه. تعال نشوف ميسي يعني ازاي الجمهور اتلم عليه وازاي ميسي بيهرب منه. تعال نشوف نرجع نكمل معاك. طيب ده ميسي، شفنا حب الناس ليه، يعني واحد من كباتن برشلونه، واحد من النجوم اللي احنا بنحب نتفرج عليها. طيب نيجي بعد كده للاعب او لاعب باريس سان جيرمان، واحد من نجوم العالم ايضا، لكن علامات استفهام كتيره جدا في ديلي ميلا الانجليزيه اللي مش سايبه نيمار في حاله. نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان، اللاعب البرازيلي، اللاعب الموهوب، اللاعب الكبير جدا، اللاعب اللي انتقل من برشلونه لباريس سان جيرمان عن طريق الشرط الجزائي 222 مليون دولار او يورو لنادي برشلونه. احنا عارفين ان هو اتصاب في مباراه الشامبيونز ليج اللي كانوا بيلعبوا فيها فريق ريال مدريد، وحصل له اصابه في الكاحل او في انكل رجليه، وخضع ليه عمليه، وبالتالي هو في البرازيل بيعمل عمليه استشفاء او اعاده تاهيل لرجوعه الملاعب قبل كاس العالم او لبطوله كاس العالم، ايهما اقرب؟ لو في فرصه ان هو يرجع قبل كاس العالم مع فريقه مباراة أو مباراتين في الدوري كان بها، ما كانش يبقى في بطولة أو في كأس العالم اللي هيقام إن شاء الله في روسيا 2018 مع البرازيل. نيمار بالرغم من إنه عمل عملية أو تدخل جراحي في أنكل رجليه أو في كاحل القدم بيرقص على رجل واحدة، لكن السؤال هنا ديلي ميل سألت سؤال إن هل نيمار هيفضل في السيناريو اللي هو فيه ده، يحب يسهر يروح حفلات يخرج ويظهر في السوشيال ميديا يعمل تاتوهات على جسمه، ولا ان هو يعرف ان هو نجم كبير جدا وان احنا كجمهوره لينا عليه حق ان هو يلتزم
عشان يبقى موجود. وبالتالي اللي وصل نيمار يعني هي ديلي ميل بتتكلم تقول اللي وصل نيمار للي هو فيه هو نيمار. ساب برشلونه مش بس برشلونه ساب يعني كان ممكن يروح نادي كبير جدا في طبعا اوروبا دوري انجليزي ايطالي اسباني الماني يقدر ان هو يعني يكمل نجوميته اللي هو فيها ويقدر يكمل مسيرته ك يعني القاب جماعيه وفرديه. لكن نيمار الناس بتنتقده يعني لحد انت تفضل كده انت لاعب كبير لازم تعرف حجم المسؤوليه اللي انت فيها دلوقتي. فتعالوا نشوف نيمار وهو يعني انا بقول مستهتر بالاصابه وبيرقص على رجل واحده يعني هو كده يعني جامد. فتعالوا نشوف نيمار وهو بيرقص على رجل واحده ونرجع نكمل معاكم. لو وقع يعني في اي لحظه هيزعل تاني يعني نيمار هيزعل بدل ما هيبقى ممكن مفيش يعني مفيش كاس عالم ممكن ميبقاش فيها يعني موسم كروي كمان على الاقل. طيب هنروح لتايلاند وهدف كوميدي جدا في تايلاند في الدوري التايلاندي. احنا يعني حاجات اسيا دي مش بنستعرضها او مش اسيا البلاد اللي هي تايلاند الصين والكوريا والبلاد اللي طلع طبعا اسيا احنا بنتكلم على اخواتنا العرب اكيد بنستعرض هدفهم واخبارهم بما ان كمان عندنا لعيبه محترفه مصريه في الدوري الخليجي. لكن هنشوف بقى في تايلاند ازاي هدف كوميدي بيتم احرازه. ويعني زي ما شفنا يعني من فتره فريق هلو كيتي اكيد كلكم فاكرينه وحافظينه وبالتالي كمان مش بس ده رعاه وصور لا ده كمان اهداف الدوري التايلاندي هنشوفه دلوقتي حالا ونرجع نكمل معاكم. ลูนลูนเข้าขวาเข้าขวาแล้วลองยิงมาลูกนี้เอ้าแล้วรับหลุดดากันจะยิงไม่ได้แล้วก็ลูกนี้ซ้ำโดยเซเกอร์โซเลสโมงอีกทีเลยลูนแล้วก็เคลียร์ทิ้งออกมาสุดท้ายเป็นโอ้โหเซเกอร์โซเลสยิงอีกทีนึงก็ไม่เข้ายิงอีกทีนึงคราวนี้เข้าครับดากันบอสโควิดโอ้โหกว่าจะได้ประตูเกือบ 7-6-7 จังหวะนะครับสุดท้ายดากันบอสโควิดครับเตะครับเกมรับของสุโขทัยครับจังหวะแรกเนี่ยดูรูนะครับ ยิงไปแล้วไพโรธแปะบอลแล้วไปชนกับยุทธพงศ์ครับดราแกนยิงติดบล็อกดูครับโซเลสยิงดูรูนบ่งแล้วโซเลสโมยิงก็ชนคานเด้งออกมายิงอีกครั้งก็ติดแล้วก็จบด้วยดราแกนกัน7พอดีครับโอ้โหมาจริงลูกนี้คือเอาแบบเน้นๆเลยครับดราแกนพูดดูครับคือช่วยกัน 3 คนในการพังประตูครับดูรูนโซเลสแล้วก็ดราแกนครับโอ้ลูกนี้ครับ جيم رابطه وهيجي له 4 كون ده يعني احتفال بقى ملوش اي طعم. حاولوا يدخلوا كره 5 مرات ما عرفتش تخش لكن في الاخر فريق قدر ان هو يحرز هدف لفريقه في الدوري التايلاندي. يعني اكيد طبعا قضاء وقدر او القضاء والقدر هم اللي احنا يعني بنعيش من خلاله وده اللي بيكون سبب فيه حاجات كتيره جدا. وبالتالي لما فريق يعني زي فريق طبعا فريق برازيلي اللي كان على متن الطائره وبالتالي قدر انه يعني ما حدش قدر يعيش منهم وحصلت حادثه كبيره جدا وكلهم ربنا توفاهم. هنا كمان فريق بينجو من الموت بسبب يعني او عن طريق حريقه كبيره جدا. هنستعرض مع حضراتكم صور واحنا بنتكلم دلوقتي وبنقول ده فريق طبعا في دوري الدرجه الثانيه الانجليزي بينجو من حادث حريق كبير جدا زي ما احنا قلنا. الفريق البرازيلي لما كانوا راكبين طياره وطبعا قضاء القدر ما قدروش ان هم ينقذوهم من الموت وطبعا الفريق كله توفى. هنا على النقيض او في الناحيه الثانيه فريق في دوري الدرجه الثانيه الانجليزي في انجلترا يعني بيتمكن العنايه الالهيه انه تنقذه من موت عن طريق حريق في الاتوبيس الخاص بنقل الفريق من مباراه لمباراه من ملعب لملعب. ويعني طبيعي امر طبيعي جدا ان هم بعد ما حصل كده لازم يتوجهوا الى المباراه وراحوا اكيد عن طريق المواصلات العامه. لكن الرعب حاله الرعب اللي هم فيها ادت الى خسارتهم في المباراه اللي لعبوها. انا شايف ان الاتحاد الانجليزي او رابطه المحترفين او الاداره او الاتحاد المختص بشؤون الدرجه الثانيه الانجليزيه كان لابد من تاجيل المباراه عشان امر طبيعي جدا فريق عنده بانيك او عنده خوف من حادثه حصلت له من ثواني ان هو يروح المباراه ويلعب ويخسرها. طبيعي جدا امر طبيعي جدا لكن ان هم بيقدروا ان هم يعني يروحوا وده شيء يحترموا عليه فعلا. لكن خسارتهم دي يعني انا شايف ان هي كمان روح رياضيه المفروض كانت تحصل من الفريق المنافس ليهم وبالتالي
يعني اهم حاجه انه الحمد لله ربنا نجاهه من الحادثه. يعني تعالوا بقى نشوف ميسي هو يعني صوره لميسي بقى هنشوفها من خلال حضراتكم هنستعرضها قدام حضراتكم. ده يعني نيبالي صاحب افضل صوره لميسي زي ما احنا شايفين الناس موهوبه جدا. احنا شايفين ان صوره ميسي في النص وعلى اليمين وعلى الشمال الاقلام اللي بيلون بيها الفنان طبعا العبقري, ودي بتبقى حب الجمهور لنجم كبير زي ميسي. اعتقد ان دي يعني علم الارجنتين في ظهره باللوجو طبعا يعني اكيد طبعا يعني زي ما احنا شفنا صحح المعلومه ان نيبالي طبعا الدوله صاحبه الصوره الخاصه بميسي هي اللي قدمت صوره ميسي بالشكل اللي حضراتكم يعني شفتوه قدام حضراتكم, وبالتالي كانت افضل صوره لميسي وعليها علم الارجنتين في ظهره وميسي نفسه مرسوم بشكل تحس ان هو يعني بني ادم حقيقي. واكيد طبعا الموهبه دي بتبقى من عند ربنا, فصوره كنا لازم نستعرضها مع حضراتكم. واكيد قبل ما بنختم يعني فقراتنا مع حضراتكم تعالوا الاول نروح لقائمه الهدافين في الدوريات مع حضراتكم, وبعد كده نروح للدوري. ده طبعا رحيم ستيرلينج رقم 4 في الدوري الانجليزي عنده 15 هدف, رقم 4 لاعب مانشستر سيتي. نروح لصاحب المركز الثالث طبعا سيرجيو اجويرو عنده 21 هدف. اقول له بقى انت كده ابو صلاح بعد عنك, ان شاء الله صلاح يفضل مكمل في تحليقه لوحده. اما هاري كين يعني ربنا ان شاء الله كده يرجعه بالسلامه بس بعد نهايه الموسم ان شاء الله, 24 هدف وهو صاحب المركز الثاني. المركز الاول محمد صلاح ابو مكه 28 هدف صاحب المركز الاول. نروح للدوريات ونستعرض مع حضراتكم جدول ترتيب الفرق الاوروبيه. زي ما احنا عارفين كان في فيفا ديت, وبالتالي الدوريات في اوروبا كانت متوقفه او الدوريات الكبرى, فبالتالي هنستعرض مع حضراتكم بدايه الدوري الانجليزي. مانشستر سيتي عنده 81 نقطه حسم بطوله الدوري, وهيركز بقى ليفربول كده علشان يشوف هيعمل ايه مع ليفربول, عنده فرصه كبيره مان سيتي وليفربول ان هم يكونوا موجودين في النصف النهائي للتشامبيونز ليج. المان يونايتد في المركز الثاني 65 نقطه, عنده امل كبير في بطوله كاس الاتحاد الانجليزي اللي هيلعب فيها ان شاء الله ضد توتنهام, او هيلعب هيشارك في قبل النهائي. مباراه او صاحب مركز ثالث وليفربول عنده 63 نقطه, مركز الرابع توتنهام وسبيرز 61 نقطه, والمركز الخامس تشيلسي 56 نقطه. نروح للدوري الاسباني وبرشلونه اللي ايضا قدر يحقق او يحسم اللقب من وجهه نظري زي ما مان سيتي عمل في انجلترا, وبالتالي لا يوجد اثاره في الدوري الانجليزي ولا يوجد اثاره في الدوري الاسباني. برشلونه مركز اول 75 نقطة, أتلتيكو مدريد مركز ثاني 64 نقطة, ريال مدريد مركز ثالث 60 نقطة, فالنسيا مركز رابع 59 نقطة, فيا ريال مركز خامس 47 نقطة. نروح للدوري الألماني بايرن ميونخ, ويعني مش حسم ده خلاص يعني بيستعد للموسم الجديد من دلوقتي 66 نقطة, شالكة 49 نقطة, بروسيا دورتموند 48 نقطة, اينتراخت فرانكفورت 45 نقطة, وبايرن ليفركوزن 44 نقطة. يعني المنافسة على الثاني والثالث والرابع اللي مؤهلين للتشامبيونز ليج اقوى بكتير من المنافسة على لقب الدوري. نروح للدوري الفرنسي, باريس سان جيرمان 83 نقطة حسم الدوري, 66 نقطة فريق موناكو في المركز الثاني, مارسيليا مركز ثالث 59 نقطة, ليون في المركز الرابع 57 نقطة, وفي المركز الخامس رن في المركز الخامس 45 نقطة. أخيرا الدوري الأكثر إثارة وقوة وحماس وكل حاجة بصراحة الموسم ده الدوري الإيطالي, هو موسم استثنائي لي في المنافسات. يوفنتوس 75 نقطة, نابولي 73 نقطة, وترجع من جديد المنافسة ونستنى لحسم لقب الاسكوداتو او سيريا اه في مباراه نابولي ويوفنتوس اللي هتجمع ما بينهم على ملعب يوفنتوس. يوفنتوس في المركز الاول 75, نابولي 73 نقطه, روما في المركز الثالث ب 59 نقطه, وانتر ميلان في المركز الرابع 55 نقطه,
ولاتسيو في المركز الخامس ب54 نقطة. يعني استعرضنا مع حضراتكم كل الدوريات وكل الأخبار كل الكواليس، وتكلمنا كانت معنا مكالمة مهمة جدا من الكابتن هيثم فاروق، استعرضنا فيها مع حضراتكم أهم الأخبار والإحصائيات الخاصة بالشامبيونز ليج. هو اتكلم وقال تمنياته الشخصية إن ريال مدريد أو بايرن ميونخ واحد منهم يتوج بلقب البطولة، كونه طبعا واحد من مشجعين ريال مدريد، لكن يبقى يعني الشامبيونز ليج بطولة خارج التوقعات، كله بيتوقع، كله بيبقى عنده عاطفة تجاه فريقه اللي بيشجعه، لكن يبقى الملعب قصة تانية وحاجة مختلفة تماما عن الواقع وعن الورق اللي موجود قدام حضراتكم. يعني أكيد في الآخر أكيد بشكر كل الناس الموجودة يعني أو كل الناس اللي شاركت في حلقة النهاردة أنها تطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بشكر كل الناس اللي موجودة داخل الاستوديو، الناس اللي يعني اللي بتساعدنا في تصوير أسرة البرنامج طبعا، أحمد شهاب وحسام السيد وإبراهيم محمد ومحمد كمال مرتضى والأستاذ محسن لمروم رئيس التحرير وعمر عصام وأكيد سامي أحمد أكيد بشكرهم كمان، ومخرجنا الجميل شادي عبد السلام وكل الناس اللي موجودة طبعا. ويعني أخيرا النجم اللي انضم لنا في فريق الإعداد عمر البنوبي، الواحد من الأصدقاء اللي بعتز بيها جدا، اللي بيشرفوا بينوروا برنامج وورد سكر، وكل الناس اللي موجودة في الاستوديو معنا، اسلام عبد القرين طبعا وعبد الطبار أكيد وعبد البالي وكل الناس اللي موجودة معنا، يعني نشكرهم شكرا جزيلا. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة يوم الجمعة من 9 لـ11 وورد سكر، كل الجديد اللي بيبقى موجود في الكرة العالمية هتشوفوه هنا معنا بس على قناة النادي الأهلي. نشوفكم على خير حلقة جديدة، شكرا، سلام عليكم.